بلسان عربي. كل قدم سعت على وجه البسيطة تركت خلفها أثراً يعرفه من يراه، ويرتب كل من جانبه أهميته على سلم الأحداث التي غيرت وجه التاريخ بشكل أو بآخر. يمر البشر من بيننا فيملأ كل واحد منهم صفحته بما يشاء، ويترك لنا مهمة الاعتراف بواقع صنعوه هم، وعلينا مهمة العيش فيه. هنا في بودكاست وجوه سنستعرض تاريخ بعض الشخصيات التي تركت بصمتها في تاريخ العراق صوتاً وشعراً، سياسة وتاريخ، لحنا ومعنى.